Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum Azouf Lawan. On est revenu avec une autre vidéo, un gâteau litanine sherbo l'inaïtolo, le croquis. Donc nous allons voir comment réaliser et le croquis. Bon, pour les ingrédients, nous avons 4 bêtes. 4 bêtes. Kila, bon, les ingrédients sont les kharinga qui tombent le même verre. Le kila, sucre et tout. Hadi kila ta zit tari ou hadi kila ta sucre le kas hada ou عندي كيلة تاع لحظة حليب بودرة وهنايا 4 مغارف مايزينا وهنايا أنا ندير شوية كيلة تاني تاع اللوز مرحي لو زيست دو سيترون قشور ليمون لافاني ان ساشي دمي دو لا لوفير شيميك كيس خميرة ونص و لا فارين الفارينة كيلو واحد ما كيلش فارينة باسكو عيني هي ميزانية ابخي هنايا نديرو البيض هذاك 4 هما 4 بيض نعم كيلة هذيك الكاس تاع سكر هذي انا جو ترافاي افيك لو باتور نخدم بالباتور ميكسي بيان هذا هكداك 5 مينوت ولا 4 مينوت ابخي نولي بعد ما خلطت بيا هذاك ال سمو البيض والسكر نزيد زيت سيترون انا ندير 2 حبات تاع الزيت ونزيد حليب بودرة كاس تاني هادو لازم نخلطهم تري بيان 5 مينوت هكداك هاليك بعد ما خلطنا بيان عندك السكر البيض 4 حبات بيض كاس سكر كاس حليب بودرة زيت سيترون خلطنا بيان بالباطو نزيدو غرفة صغيرة تاع لافاني و كاس تاع الزيت عندي 4 مغارف تاع مغارف كبار مايزينا جميلة خير
اللي ما يقدرش ما يديرش اللوز يدير لا ميم روسيت سون هذه كيلا تاع اللوز بلا ما يدير اللوز تخرج ثاني مليح. فوالا نخلطو بيان هذاك ثاني تاع لا بودغ تاع مون هذه نتحصل على هذه ميلونجي كلش بالباتور من بعد كي لحقوا لا فارين سي بون نحبسوا بالباتور هنايا جوزيك على فارين في الغربان غربلت لا فارين ندير هنا نقدرش نقول شحال لا فارين نخدمو ابخي نشوفو شحال هنا انا عندي ساشي واحد ونص تاع لا ليور شيميك نزيد نص هذاك surtout bien la farine mélange avec le dernier مزلها طرية راهي تبان مزلها طرية نزيدو نزيدو ثاني شوية تلحق مروحة وتقعدو ميم طون طرية متخرجش لبسة فوالا هذه هي النتيجة تاعنا بطاط راهي طرية دوكا كيف واش نديرو نديفيزيوها اون دو باش نديروها في بلا هنا نتيليزي الزيت هكدا بيدي
On a des vizines à home, des vizines à la pâte. Qsemnaha على تنين حطيناها في البلا يدخل فوريها شوفوا لا فورم يديروا لها نضرب برك الزيت هنا باش ما يتلصقش ونخدم فوالا هذه هي خرجوا زوج هنا اوكي نفتو هنا صفار بيض جون دوف برك فوالا هنا Ça fait le bel du louchouya, la vanille qui est de la Hadjeland comme un an. Ça donne la couleur en même temps. Trop avec l'odeur avec ta bel. Plus quotidien, non? Après, avec la fourchette, la fourchette. Ndero chouya décor Ok, avant de mettre le rhum dans le four. Pour le four, comme je l'ai tout déjà, avant, je suis avec moi. En tout cas, mettre le rhum dans le four est très bon. Voilà, c'est le résultat. كي خرجناه من الفور شعلنا من الفوق باش يحمر هكذا شحال يحفي في الفور كومبلي 20 مينوت انت
دخلناه حتى لا فان فان اه ايوه دونك هذا هو لو ريزولتا ماتون فا باسي على ديكوب نتاعو دونك هاو ليك ريزولتا فينال تاع الكروكي تشوفو يسون ديليسيو دوري ديليسيو طري مونطون كروكي مونطون طري شوفو كيفاش طري فيه اللوز فيه هنا انكرويابل زيت سيترون دونك نقول لكم بصحتكم الله يبارك ما شاء الله على الكاطو هذا شباب روعه دونك الله يبارك فريمون حاجه اكس اكس كي بور الكافي بور القهوه سي حاجه اكستراوردينير فاسيل ا رياليزي فاسيل ا كويزيني دونك اللي عجبته لا فيديو كليكي سور جيم ليسي دي كومونتير كليكي سور سابوني ابونيفو ا ما شين pour recevoir d'autres recettes de cuisine, Inch'Allah. C'est des recettes faciles à réaliser à la maison. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos au maximum. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et ciao!